اهلا وسهلا فيكم باوتو فوكس. بهالاسبوع رح نكون عم نستعرض سيارات نيسان. اكيد رح تكون معي فترة معلوف اللي هي سيلز سينيور سيلز كونسلتنت بشركه ريمكو. فترة اهلا وسهلا فيك، ماشي الحال؟ اليوم يعني رح نكون عم نشوف سيارات عديده كل الاسبوع، بس اليوم رح اكون مركز على السياره اللي هي يمكن سياره مشوفه كثير على الطرقات اللبنانيه، سياره ناجحه كثير واللبنانيين بحبوها. فبيسكلي رح نكون عم نشوف نيسان تيدا. رح خبركم اليوم عن نيسان تيدا، مع انه هي كسياره بغنى عن التعريف، لانه العدد الكبير اللي بايعينه بالسوق من اول ما نزلت التيدا كسياره هو دليل كافي وبيفسر كثير منيح قد كانت سياره ناجحه على مر السنين، قد السياره حبوها كبار وصغار، جان اللي عندهم عائله. شوي اكيد بالحلقه رح نخبر اكثر عن فيتشرز تبعها لحتى يفهموا عن شو عم نحكي. بس ليه هي سياره ناجحه؟ يعني شو الكومبوننتس اللي بيجعلوها ناجحه؟ كثير اشياء ساعدوا بالتيدا. اول شيء مصروف البنزين تبعها، هي سياره البودي القديم، حتى الموديل القديم كانت سياره عم تعمل رح نحكي شوي ارقام حتى نفرج قد ايه مصروفها كان كثير حلو بالنسبه لهيك سياره. بقلب بيروت كانت عم تعمل 200 ل 220 اذا مش اكثر، يعني على الهاي واي سياره عم تعمل 250 270، كثير منيحه لطرقات لبنان. وزبوناتنا الموجودين على كل الوقت هن بيقدروا اكثر شيء يشهدوا على هذا الموضوع. الافضل والاحسن هلا اللي طلع بالتيدا انه قد ايه كانت تعمل مصروف بنزين احسن، صار تعرف ما تعمل مصروف بنزين اكثر من وراء النيو تكنولوجي اللي استعملتها نيسان اللي هي سي في تي ترانسميشن. بيساعد بمصروف البنزين مثل ما حكينا، بيعطي تورك اقوى بالسياره، قوه اندفاع يعني 100%، ما بتعود تحس بالغيارات تبعها. وسموذر رايد كمان، الواحد بيسوق فيها مرتاحه تكون سياره كثير. الشغله الثانيه ساعدت بالتيدا هي الحجم تبعها، الانتيريور تبعها. سيارة بتشوفها انه هاتشباك بس هي سيارة واسعة، بيقعدوا 4-5 اشخاص كثير مرتاحين فيها، وفيها سيفتي دائما مجهزة بايرباك، مجهزة بABS EBD وبريك اسيست. وعلى فكرة فيليب بس بحب اقول شغلة انه نيسان كل سياراتنا بيميزهم انه حتى اللور جريد مجهزين بالسيفتي فيتشرز بالمينيمم يلي هن اكزاكتلي كلهم فيهم ايرباكس ABS EBD بريك اسيست اتسترا. تنعرف فترة اكثر عن شو عم تحكي، رح اعزم مشاهدين معي لداخل السيارة. انت وعدتيني بكابن سبيس يكون مريح، رح اشوف اكثر فيرست هاند، يعني بتكون هو واحد قاعد بقلبها. إذا بتلاحظ القعدة تبعها عالية فيليب بالنسبة لسيارة صغيرة. الفينيساج تبعها مشغول بدقة من جوا، بتلاحظ الكرام الموجود على التامبوني، نوعية الفرش، البواب، الأوبشنز المحطوطين فيها كمان أوبشنز كتير مهضومين بيناسبوا الكبار والصغار، بينبسطوا فيهم الجان واللي عندهم عائلة. عم نحكي عن أوديو كنترول، عم نحكي عن رير فيو كاميرا، بلوتوث، أكيد دبل إيرباكس مثل ما حكينا. يعني تجي 6 سبيد السيارة، تفضل. Exactly. يعني أنا وقاعد بقلبها you can look at it تقولي إنه it's a very young car. نفس الوقت كمان سيارة يعني خرج عائلة، يعني منا صغيرة أبدا، واحد بيقدر يكون عم بينقل كل عائلته. شوي صغيرة أكثر هيك. هالسكرين المهضوم كثير يلي شفتها هيك قبل ما نطلع بالحلقه معك، هيدا الراديو سي دي اكزاكتلي، بيقرا ام بي 3، فيه الاوكزيليري كمان، بنفس الوقت بيصير رير فيو كاميرا. اذا حطيت تاريير معقول بيصير رير فيو كاميرا. اوكي سو بيسكلي فولي لودد السياره، مريحه. نحن عندنا ثلاثه جريدز عم بيكونوا بالتيدا، كلهم مجهزين اجمالا بالاوبشنز المطلوبه والمرغوبه من كل الزبونات. So basically شكل حلو، عم نحكي عن option functionalities مهمين بقلب التيدا. هلا المهم نحكي انه كل الاسبوع رح نكون عم نستعرض سيارات فيهم اوفرز كثير مهمه. صحيح. من نيسان. اليوم التيدا هيدا اللي عم نحكي عنها اتس براند نيو هلا بلبنان، الموديل الجديد. خبرينا اكثر عن سعرها، وين فينا نشوفها كمان؟ اول شيء نحن موجودين تقريبا عدد كبير من المناطق اللبنانيه، المين برانش تبعنا موجود بالشياح، عندنا كمان الفروع، عندنا بجل الديب، وعندنا بفيردان اللي هي شاوروم جديده بتاع الكل ينزلوا كمان يتفرجوا عليها، شاوروم كثير حلوه وموقعها كثير حلو، بالاضافه للديلرز اللي منتشرين بكل لبنان، بطرابلس، بشتوره، بصيدا، بسور، واكيد هن بيكونوا عم بيساعدونا لحتى نحكي عن السياره ونفرجيكم اياها. وبدي اقول شغله فيليب، انه هي السياره قد ما ناجحه عن جد بعد ما بلشنا نعملها دعايه، يعني نحن بالحلقه عندك اول مره بنكون عم نحكي عن التيدا. وي براود صراحه، دائما بيوتو فوكس عم نشوف سيارات جديده ما حنا عم نشوفها قبل غير على البلاتو تبعنا. صحيح. ومع هيدا وكله صرنا باعين عدد كثير كبير من وراء الزبونات اللي كانوا دجا جربوا التيدا، شافوا قد ايه ناجحه، سو اوتوماتيكلي عم بيجوا يعطونا القديمه وياخذوا الجديده وينقلوا على البادي الاجمل. That's perfect. سعرها؟ سعرها ستارتنج 18 و900. اوكي. مزحه كانت 18 و900 قبل التفقه والتسجيل، واكيد بتفرق حسب الاوبشنز، بندعي الكل ينزل على الشور ويشوفها.
بزيادة هي سيتي كار مثل ما عم نشوف قدامنا البادي تبعها اتس سيتي كار كثير هينه تنصف وين ما كان وبتساعد من جوا مثل ما كان بترا ثانك يو سو ماتش واز ا بليجر اكيد كل هالاسبوع رح نكون عم نشاهد سيارات نيسان على بلاتو اوتو فوكس فدائما تابعونا واكيد فوتوا على موقع wheelers.com.lb حتى تشوفوا كل السيارات براند نيو وسيرتيفايد بري اون بلبنان نحن عم نشوفكم بكره بنفس الوقت